السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدموا لكم الكنافه بالكريم باتيسيير والبيستاش، ونخليكم مع المقادير اللي هي نص كيلو ديال الكنافه، ربع ديال الزبده، ربع ديال البيستاش، نقصت منه واحد شويه التزيين وواحد شويه ديال لي باكي دي غوجي اللي هما دوك اللي بحال الزبيب وما حمر صغيورين، ولا كريم باتيسيير اللي صايبتها من قبل خليتها حتى بردات مزيان. ونبداو على بركه الله ديالنا. من بعد ما حليناها كلها تنفكوها كلها مع بعضياتها هكا بهذا الشكل، وتنكبوا عليها الزبده هكا، وتنبداو نحلوها وتتشرب كلها هذيك الزبده، تشربها مزيان. غادي نخلي واحد شويه ديال الزبده باش غادي ندير بها ندهن بها دوك القالب فاش غادي نديروها. تنعمروا هاد الليمون ديالنا بهذا الشكل هذا، تنحفروهم من الوسط شويه باش غادي نخليو بلاصه لاكريم باتيسيير بهذا الشكل هذا. تناخذوا الليمون بهذا الشكل هذا وكنديروا في وسطو لاكريم باتيسيير هاد المعلقه، وكنضيفوا عليها معلقه ديال البيستاش. تعمروا هكا حتى تنكملوهم، ودابا كنغطيوهم من الفوق. من بعد ما عمرناهم بلا كريم باتيسيير والبيستاش كنعمروهم من الفوق، كنغطيوهم عاوتاني بالكنافه بهذا الشكل هذا مزيان هكا، وكندخلوهم الفران دابا لمده نص ساعه على درجه حراره 180، وكنخرجوهم ونسقيوهم بالعسل المورد نص ساعه في الفران. تنخرجوها ونسقيوها بالعسل بهذه الطريقه، هذه العسل بارد وهي سخونه هكا باش تشرب، وتنستعمروا هكا نخليوها حتى تبرد عاد نعطيوها التزيين النهائي. هذا الشكل النهائي للكنافه ديالنا من بعد ما زيناها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتشجيعاتكم لقناه كوتشينه مينا، وشكرا لكم على المشاهده، وما تنساوش تبركوا على الزر باش يوصلكم دائما الجديد.